اروح هسه فقره. هسه وصلنا الفقرة، خلينا نشوفك اليوم ضيفنا على برنامج دي سكاي بالستريمر محمد الباشي. هلا محمد. هلا والسلام عليكم. عليكم السلام، شلونك؟ انا بخير. محمد شلونك؟ انا بخير استاذ احمد حبيبي، شكرا على الاستضافة الجميلة، شكرا على البرنامج الجميل يا حبيبي. حبيبي حبيبي نورتني اليوم. على راسي في دول قلبك. قل لي محمد سؤال. تفضل. شنو وضع الستريمرية بهالفترة؟ والله شوف، هي هسه حاليا الستريمر صارت هجمة قوية، يعني كل شخص ظل يقدر يحاسبه يجيب له ويقدر يبث، يعني عنده جمهور معروف ما معروف، لأن مثل ما قلت صار باب رزق، هذا كل شخص عنده خبرة بهذا الشيء. فالفيسبوك فتح هذا الشيء، يعني فتح هذا المجال كل شخص يقدر يسوي، او بالاحرى شكو يوتيوبر مشهور او معروف او واصل مرحله ان خلص عاف قناته ظل يتوجه للبثوث المباشر، لان يعني راتب او عقد او امكانيه احسن من اليوتيوب. زين محمد، هسه احنا هوايد نشوف اكو ستريمر ويوتيوبريه هوايه، يعني ما ينعدون على اصابع اصلا، فاريد اعرف انت شنو تميزت عنهم. صحيح. انت شنو تميزت عنهم؟ شنو المحتوى اللي تقدمه للمشاهدين؟ بس الصوت جاي يرجعني. يعني شو اقول لك، هو كل شخص عنده مثلا عنده محتوى يسجل، مجموعه لعبه يلعبها. فاحنا اكثر شيء، اكثر الستريمر الموجود حاليا هو معروف ببوبجي، تمام؟ صح. غير اكو اشخاص نعرفه بغير شيء. اللي ابو بوبجي على، يعني شو اقول لك، اللي يلعب بوبجي على الاحتراف، على الونسه، على الجماعه اللي وياه، على السكواد الجاهز اللي وياه، هل راح يونس المتابع؟ فهي هنا الاختلاف يصير، يعني اكو ناس هي اهم شيء المشاهده. صح. يعني اكو ناس ما تقدر تجيب ارقام مشاهده عاليه لان ما مرتبه امورها، ما عندها خبره بهذا المحتوى. نعم. فاحنا لا الحمد لله والشكر صار لنا 3 سنين على هاي الشغله، يعني ان شاء الله كل التوفيق. شكرا لك. زين محمد، اكو تنافس بينك وبين الستريمريه الباقيين؟ يعني انتم كستريمريه تنافس بيناتكم؟ شوف، حتى واحد عنده 100,000 مشاهده يقدر يجيبها باليوم هم يصير عينه على الثانيه. ها. زين شنو نوع هذه المنافسه؟ يعني شو هي منافسه، ك يعني شلون اوصلها لك؟ مو كلعب او شو اسمه؟ كمشاهدات تصير بين الستريمر عن ستريمر ثاني. مثلا هذا اليوم، يعني هسه انا من اخلص بثي، من اخلص اسد بثي ابث ساعتين مثلا، اقدر اجيب 100,000 مشاهده بهاي الساعتين، تمام؟ ها اي تمام. فالستريمر الثاني مثلا اذا بساعتين جاب 50,000 يقول ليش مثلا محمد الباشا احسن مني، او هي هاي المنافسه البسيطه، يحاول يجيب مشاهدات اعلى. زين محمد، كل شخص من يطب في شغله او مجال جديد بحياته يلقى صعوبات او مشاكل تواجهه، أدري شنو اكثر مشكله واجهتها من طبيت بهذا المجال؟ صحيح صحيح. بس احنا يعني لازم هاي المعلومه لازم اقول، احنا اكبر عائله على اليوتيوب او على الفيسبوك وعلى الانستغرام. نعم. احنا مجموعه يوتيوبرز معروفين، القائد مال هاي المجموعه هو احمد البياتي. اكثر من 10 يوتيوبريه موجودين بهاي. فانا من اجيت لهذا المجال، يعني اني تقريبا سنتين بس اسم، سنتين بس اسم باشا، يعني مثلا الباشا يريد يشوفون وجهه، يريد يشوفون ما حد يعرفه، بس اسم. من انا من اجت الفرصه وقدمها لي احمد البياتي، رحت تركيا بقيت سنه هناك بتركيا. قدرت ابث، رتبت اموري، لان تدرون بالعراق هنا ما كنت. ها. فالحمد لله. فانا ما اكو يعني ما واجهتني مشكله او صعوبات، لان احمد بظهري، احمد البيات شاكين تعرف. اي والله احنا الكل بالعراق يشكون من النت يعني. طيب احمد، محمد. نعم. بدي اسالك سؤال، ليش اغلب الستريمريه اللي يروحون تركيا، يعني بس مشكله النت هاي الشيء الوحيد اللي يواجههم، لو هناك مثلا عيشه ارخص، سكن، غير امور؟ والله شوف، احنا ما راح نلاحظ انا بهذا الموضوع مشكله، لان انا ملتشوم من رجعت للعراق، يعني اها.
ما اعرف انا حاليا $600 بس على مود اقدر ابثن ساعتين ثلاثه اطي بالشهر. المنظوم يعني هواي الشغلات. انا بتركيا كنت اطي 7000 عراقي يعني تقريبا بال50 ليرة. يجي لي نت اقدر ابثن عليه يوم كامل 24 ساعه. فهاي مشكله. اما النظام والجو هناك نقدر نصير ان شاء الله يصير العراق ان شاء الله يا رب. العراق جميل وبناس مستحيل تلقى ناس يعني كل الحب والاحترام الدول كلها ان شاء الله تحت تلقى طيبتنا. العراق عظيم. اي زين محمد، من الشخص اللي دعمك وقف وياك من وين تدخل بمجال الستريمر او اليوتيوبر؟ منو اللي وقف وياك ودعمك؟ هو نفسي احمد البياتي كل حب والاحترام الى اخ عزيز. تحياتنا يعني له. هو اخذ القرار. احنا عدنا مثل ما اقول احنا عدنا نظام عسكري فلهذا السبب احنا ناجحين. يعني مو اني مثلا لي اسم بهاي باللعبه هي لعبه بوبجي اقدر افتح بث وخلص افتح بث وخلص، لا الا بموافقه احمد البياتي. اذا وافق احنا فهو وافق علي وعلى المرعب وعلى تعرفوهم يمكن مرعب سبيحاوي اللي هم اسمهم حلو اشتروا بهذا مجال الستريمريه. طيب محمد اكو عصفوره هيك جتي اليوم الصبح اعطتني حكايه هيك طب شمرت لي معلومه وانهزمت. الله يستر خاف منها. اغلب البثوث اللي انت تطلع بيها وتبثها اكو تصير مشكله بينك وبين واحد من الستريمريه او مثل الحزازيه زايده. لا هي مو مشكله هي حزازيه. انا عارف هي مو شوف احنا من نلعب سوا انا واحمد انا واحمد شلون اوصف لك السلام. انا ما قلت لك احمد انت عرفت انت اعترفت باحمد. لا هو احمد هو احمد. ايه تمام. تقريبا انقطعت عن بث البياتي تقريبا من 3 أشهر. انا ما طاب بث البياتي لان عندي ظروف وشغل فما يلقوني ويا احمد يعني. أي. انا متفاشل احمد شباب من تم العفو. فانا من اجيت دخلت اكو يعني شو اقول لك فعاليات تصير بيناتنا واحد شاكس الثاني العفو. مشاكسات. نعم. فالعالم عبالها اكو خلاف يعني شلون انا طاب البث البياتي مو برباط وهو يعني هيك. فاحنا لا احنا شلون اوصف لك علاقتنا؟ شايف الطفل الصغيرون من لا ما تقدر يوقف قرصه يوقف هو صغير يتعبر عن حبك إله. فاحنا علاقتنا هيك يعني واحد انا وياه بس احنا خير واصدقاء. الله يحفظكم ان شاء الله. نعم حبيبي. بعد عندك سؤال محمد؟ محمد اكو دعم اكو انتو كستريمريه اكو دعم يجيكم من جهه معينه لو مجرد هيك عن طريق الاعلانات والبثوث وهاي انتو تشتغلون؟ هو مو دعم عن جهه انا راح تصير مشكله مو جهه بس اكو افراد. لا شوف المقصد من سؤالي اكو هواي ناس تقول انه ستريمريه اكو ناس تمولهم اكو ناس تدفعهم اكو ناس احتمال مجرد تحب تشوفهم دي يلعبون يتونسون فيعطون فلوس حتى مثلا ستريمر يستمر حتى الشخص صحيح. اللي ينطى فلوس يبقى يتابع هيك يعني. اي فاذاك هذا الشيء توضح هي مو يعطي فلوس يعني هو صحيح يعطي بس مو يعطي المبلغ اللي الخيالي يعني هو يدز يعني مثلا يدز $20 هيك مو بس وين يعني يصير مبلغ كبير او يصير يعني مبلغ محترم لمن العدد الداعمين يكثرون. فهو هنا يصير الدعم مستمر. اذا الدعم مستمر راح تطور نفسك راح تطور محتواك والحمد لله والشكر اكو ناس هواي تحبنا من داخل العراق وخارج العراق ويعني تحيه لكل الداعمين من الخليج. تحيه لهم يعني اكو من الخليج هم يدعموكم؟ الاغلبيه كل الستريمر عربي جايين دعم من الخليج. اها محمد زين الخليج هواي يدعموكم شنو محبة بيكم لو حتى يشاهدون الخليج هواي يدعموكم هاي من محبتهم بيكم لو شنو؟ ست ميامي احنا العراقيين محبوبين. أي. والله صح تصرفاتنا فيحبوننا ويدعمونا عفويين احنا عفويين ما عندنا نعم. يعني ما عندنا شغلات زايدة ناقصة طيبة قلبنا. اي أيوة والله. اي يلا محمد هسه شوية خلينا نلعب اوكي دشوف هذا الدورق اللي قدامنا
جاي اشوف الورق. اوكي اي هذا اللطيف اللي بيه الوان كلش حلوه كيوت. طبعا تمدح فيه لان هي مسويته حلو احبه. يلا نسحب لك ورقه ونشوف شنو يطلع لك. حزوره لغز يعني شوف شنو يطلع لك. العاب والتوعد انت وشطارتك. اوكي يلا يلا انت وحظك بعد احمد، ترى انا ما اعرف اي شيء من المكتوب هنا. اوكي خل تسحب، انا متفائل عندي حظ. اقول لك طلعت لك ورقتين حتتزوج اثنين. محمد طلعت لك ورقتين حتتزوج اثنين. لغز من ذاك الاسبوع احمد يعني اختاره قال لي خليه. كم محافظ في العراق؟ شلون؟ كم محافظ في العراق؟ هو لغز. كم محافظ في العراق؟ اي ايش كم اذا كم محافظ؟ 18 لانه عندنا 18 محافظ. غلط توقع غلط. من المشكله الصوت استاذ احمد ما جاش. لا هو غلط. السؤال كم محافظ في العراق؟ لا صوت ولا هو هذا السؤال. ايش كم محافظه او محافظ؟ لا محافظ انت قلت ايس انت يعني وصلك السؤال صحيح. المحافظ هواي محافظين بالعراق. لا لا اول محافظ ويا المحافظه تمام، هاي اللي اغلب الناس تعرفه يعني هذا الشيء. بس لا هو مو 18 بعدد المحافظات، اكو اكثر. اي اكثر من 18. اكثر مو بهواي شيخ نغششهم. يلا اكثر بمحافظ. يلا شوفوا انا بهاي السوالف يعني صفر تقريبا. بس انا راح لك اياها محافظات يعني بس 18. اوكي اوكي هي ايش كم محافظ بالعراق ما ينعدون. هي لا لا بالعكس هو 18 محافظه بها 18 محافظ. صحيح جوابك بس زيدها بعد واحد. بس اريد هذا الواحد منو؟ ما يقدر يساعد الناس وجه الله. زيدها بعد واحد 18 زيدها واحد 19. زين هذا المحافظ الزياده منو هو؟ العراق. مو العراق دخل اكو محافظ مال العراق كله ماكو. لا حلبشه ما ادري. لا 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 ما تابع لاي محافظه. لا لا ما تابع لاي محافظه، تابع المؤسسة. بعد الورقة بيدي ارجعها. تابع المؤسسة بها فلوس. بعد اكثر من هيك اقول لك. محافظ البنك. محافظ البنك المركزي صح. صحيح صحيح. يلا ما يخالف امشيك اياها جاوبت صح. هسه 19 محافظ. هسه 19 محافظ. اوكي. امشيك اياها. لا هي بس انت لا 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 السؤال. السؤال لا السؤال غير كم محافظة 18 كم محافظ 18 محافظ لا لا هو بي لغز ايش مكتوب بالسؤال كم محافظ بالعراق انت جاوبتني قلت لي لا 18 محافظة يعني 18 محافظ اوكي تمام هسه امشيك اياها يلا جاوب الصح يلا ما يخالف بيناتنا الحكي يلا 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 سرك ببرنامج سرك ببرنامج يلا عافية محمد على البث يلا باش تلعبه محمد سؤال انت مرتبط لا لا انا متزوج وعندي اثنين جار. حلو. حلو الله يحفظهم لك ان شاء الله. ملعبي اسيد دشاهدك لو لا ان شاء الله اليوم لكم ان شاء الله احنا عن قريب ان شاء الله ما ظلنا شيء ان شاء الله. طيب بس محمد بس تصير ان شاء الله تيجي 2021 لطيفه ويانا ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله جاي محمد هسه زوجتك بدها تتابعنا؟ والله شيء اكيد شيء اكيد ماشي. ام منو هي؟ ام فاطمه. ام فاطمه ام فاطمه راح نشوف محمد ايش قد يحبك. ايه مشكله احصي راح اعطيك نسبه حب من 100 نشوف انت ايش قد تحبها وراها هي ايش قد تحبك. ايه يجوز انت اكثر ما يخالف. اوكي يلا نشوف محمد ايش قد يحب ام فاطمه. هسه راح تطلع نسبه قدامك على الشاشه. محمد انت تحبها 50، ال50 الثانيه وين؟ الله يساعدكم. الله شاهد لا. والله كل من ونيته وكل من وحظه. ايش فيك محمد؟ ليش اقولهم للمتابعين؟ ال50 الثانيه وين؟ فهمني. ال50 انا اقول لك. اي وين؟ 50 هاي ام بيتك ام جهالك ام بيتك ام جهالك تتعب وشايل البيت على راسها تحبها بس 50 هم اطفالك الاثنين. هم اطفالك الاثنين. اقول لك انا جاوبت على النص الثاني. يلا وين النص الثاني؟ لا تقول لي امي وابوي عفوا على صفحه ذولا 100. لا شوف لا وداعتك خاصه هاي الفتره يعني احبهم اكثر من جهالي لان
كبروا ومحتاجين الحنان، اتوقع لهم ماكو غيرهم. الله يحفظهم لك ان شاء الله يا رب، ونشوفك بيهم شر حبيبي ان شاء الله، شوفهم مثل ما انت تريد. هسه خلينا نشوف هي ايش قد تحبك. يلا لا تحبني تحبني هوايه. خلينا نشوف والله هي ايش قد تحبك، ايش قد تتوقعها تحبك، من ايش قد من 100؟ والله هي اذا نجي على الغيره وعلى الشك وش اسمه هواي 100% يعني 100%. ما هذا الشيء انا همدا عايشه صدق طلعت لك 100. لا صحيح، لان صحيح طلعت لك 100. شايف كيوتيوبر وستريمر شويه جاي اواجه هاي المشاكل يعني. هذا شيء اكيد، لان اكيد يعني تواجه بنات، تواجه غير امور، فشي طبيعي حقها تغار. صح. اي سأل مجرب ولا تسال حكيم. اي عافية علي اسم فطوم. عافية محمد الباشا، نورتني اليوم حبيبي. فدوى القلب كلي الشرف، شكرا على الاستضافة الجميلة، شكرا لكاتب القناة وقناة وطن، قناة جميلة، تحياتي لكم. محمد نورتنا اليوم، إن شاء الله كل التوفيق من نجاح إلى نجاح. شكرا إلي، شكرا، تحياتنا لأم فاطمة محمد. تحياتي لك، يلا تصبح على خير. باي باي. تصبح على خير. باي باي. باي باي. إلى اللقاء.